ايه هي؟ مقادير شيش طاووق. مقادير كالتالي: 6 قطع كبار صدور دجاج. احنا عايزين القطع تكون قطع كبيره نسبيا. طيب خلينا بقى نتكلم هنا عن الصدور والوراك. لو احنا بنعمل، عشان في تصحيح هنا بس عايزين نعمله بالظبط كده، دي اوراك مش صدور. الاوراك نفس الوصفه ينفع تتعمل بالوراك وبالصدور. بالصدور بيبقى اسمها كباب الدجاج، بالصدور بيبقى اسمها كباب الدجاج، بالوراك بيبقى اسمها شيش طاووق. فاحنا بنعمل النهارده شيش طاووق بالوراك مش بالصدور. يلا بينا. اوراك دجاج، معلقتين زيت زيتون، خل تفاح معلقه، كوبايه صغيره زبادي، بابريكا وخل بلسمك، ملح وفلفل، نص معلقه كركم، معلقه صغيره كزبره مطحونه طحنه ناعمه، معلقه صغيره كمون مطحون طحنه ناعمه، ومعلقه صغيره شطه، مكعبات فلفل مختلفه الالوان، وطماطم مكعبات. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طيب دلوقتي بصوا، انا هحط شطه عشان انا بحب الاكل حار، لو ما بتحبوهوش حار قللوا. انا حطيت الزبادي وحطيت عليه البابريكا والشطه. هاجي هنا اخد الكمون، حطينا الكمون ونحط الكزبره، اصلا شكل الخليط جميل جدا. وبعدين دلوقتي هاخد الكركم، نديله كده تقليبه حلوه، ناخد الخل. طب ايه هو قوام التتبيله دي؟ يعني هل انا عايزها سائله ولا عايزها تكون تقيله كده؟ هنشوف مع بعض بالظبط القوام اللي احنا عايزينه، وهنشوف سبب القوام ده او ايه الحكمه من القوام ده. ندي كده تقليبه كويسه. انا كده تقريبا حطيت كل التوابل فيما عدا الملح والفلفل الاسود، هنحطهم مع بعض حالا دلوقتي. يلا بينا ناخد كده رشه من الملح كافيه لتتبيل كميه الوراك اللي احنا هنستخدمها، وكميه من الفلفل الاسود، ونستمر في التقليب. حلو قوي الكلام ده. هنعمل ايه تاني؟ بصوا بقى هنعمل ايه تاني. عايز اجيب اناء متوسط الحجم علشان التسويه عندي هنا مهمه جدا. في الاناء ده هاخد فيه كده معلقه واحده بس من التتبيله، مش التتبيله كلها. حلو؟ ليه؟ عشان احط فيه الخضروات اللي انا عايزها تبقى متقلبه في التتبيل، بس مش عايز عليها تتبيل كتير. يلا حطيت الطماطم مع الفلفل، ممكن يتحط ايه كمان؟ ممكن يتحط بصل، هيبقى عبقري جدا. ونيجي هنا في الطاسه نحط فيها الزيت، وبعد ما حطينا الزيت في الطاسه هنا هنبتدي نشوف بقى تتبيل الوراك نفسها. هاجي هنا كده هاخد، تعالى انا اروق الحته دي يا ابو حميد عشان تعرف كده تيجي تقف براحتك. لا عيب عليك يا ابو حميد، خلي بالك. الاستاذ احمد القاضي المخرج الجميل. لا احمد عبد الحميد ما تزعلش. حط هنا كده اللحم بتاع اوراك الدجاج، وبعدين هروح جاي كده بالمعلقه هنا ومديله تقليبه. ما تكتروش التتبيل. قد ايه محتاج او قد ايه محتاجه اوراك الدجاج وقت في التتبيل ده؟ 4 ساعات، وقت كافي جدا. طب اخبار الطعم هنا ايه؟ طعم قوي. التتبيله دي من التتبيلات اللي طعمها قوي، واضح جدا، صريح جدا، هيأثر تأثير مباشر في قطع الفراخ دي. تعالوا نروح بينا على النار ونبتدي نحط. عملية دلوقتي حطيت هنا قطع الدجاج. طيب هل بقى هقلب على طول؟ هات لنا كده يا احمد الطاسه من فضلك. لا مش هنقلب على طول. ليه مش هنقلب على طول؟ علشان احنا لازم ناخد لون حلو للفراخ دي. التقليب المستمر، قلت لكم قبل كده في احدى الحلقات، التقليب المستمر على النار كده، لما اجي اجيب المعلقه واقعد اقلب على النار، او امسك الطاسه واقعد اهزها. تعالى يا احمد بص لي عشان انا بقول حاجات للناس. الله. لو قعدت اقلب كده على النار كتير، او مسكت الطاسه وقعدت اهزها كده واحركها، ده مش مجرد انه انا بعمل شكل، لا هو ده بيتعمل وبيبقى قاصدين بيه ان احنا نبرد درجه حراره الطاسه. بتبقى الطاسه سخنت قوي واحنا مش عايزين المكون يتلسع او يتحرق، فبنقلب بسرعه. ممكن بقى نبص على القطع الجميله للشيش طاووق. بقى لون جميل جدا للشيش طاووق، تعالوا كده بصوا بصه. يلا انقلوا المقادير او صوروها بالموبايل. الشيش طاووق او الدجاج نفسه قطع وراك الفراخ قربت تستوي، فانا هشيلها في خلال دقيقتين بالظبط من دلوقتي. عشان اعمل ايه؟ علشان مكانها هشوح الخضروات، وهنقدم الشيش طاووق ده بشكله الحالي، مش هنقدمه جوه الاسياخ. ده شكل اخر اسرع واسهل للشيش طاووق. طبعا الشكل الاحلى والاجمل واللي احنا متعودين عليه هو الشكل في الاسياخ، بس احنا بنقدم حل لو احنا ما عندناش وقت وعايزين
نعمل الحلقة. تسلم يا وحميد، شكرا جزيلا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب طبق وابتدي اطلع فيه قطع الدجاج دي، بس هناخد فاصل دلوقتي وانا هطلع قطع الدجاج اثناء الفاصل، ومش هحط الخضروات غير لما حضراتكم تيجوا مرة تانية. استنونا يلا. قطع الدجاج، وقلنا النهاردة هنعمل شيش طاووق في الطاسة، مش هنعمل شيش طاووق في الاسياخ الخشبية كالمعتاد. طلعنا شيش طاووق من الطاسة، وبعدين هاخد بقى الخضار اللي احنا حاطين عليه نفس طريقة التتبيل بالظبط، وهننزل بيه هنا في نفس الطاسة اللي احنا كنا بنسوي فيها ايه؟ قطع الدجاج، قطع الوراك. وقلنا الفرق ما بين الشيش طاووق وكباب الدجاج ان كباب الدجاج بيتعمل بقطع من صدور الدجاج، والشيش طاووق بيتعمل باوراك الدجاج. هنعمل ايه؟ هندي هنا تقليبه للخضروات، واحنا بندي تقليبه للخضروات كده هنسيبها تتشوح وقت بسيط، مش عايزينها تستوي بالكامل. عيش المتصل على حسب انتوا عايزين تسموه ايه. هاجي هنا كده وايه؟ هبتدي اخلي الخضار على الجوانب. كمية الدهون زيادة سنة، لو انتوا مش عاملين دايت هيبقى طعمها حلو، عاملين دايت ممكن تقللوا شوية كمية الدهون في الوصفة دي. وبعدين هروح نازل هنا بالشيش طاووق نفسه، فأنا كده حطيت الشيش طاووق، قطع الدجاج، وحواليه خضروات شهية جدا ولذيذة جدا.